الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام رأى شخصا من القضاة العامة، زين، قال له كل شيء لم يخرج من هذا البيت فهو باطل، لأن الأئمة بيّنوا كل الحقائق، فإذا شيء ما خارج من هذا البيت يعني من بيت الأئمة فهو باطل، الشيء الذي لم يقولوه هو باطل. ولذلك إحنا نشوف المبطلون لحد اليوم يحاربون الأئمة. ليش؟ لماذا يحاربون الأئمة؟ هو بالظاهر الآن دا يجي يحاربك أنت كشيعي، يقتلك أنت كشيعي، زين، ويرتكب الجرائم بحقك كأنت شيعي. هو هدف الأئمة عليهم الصلاة والسلام، لا يتمكن من الجهر بذلك، مثل المنافقين اللي كانوا في زمان الرسول، هو ما يقدر يقول أنت مو رسول الله، لا يتمكن من القول بأنه لا يعبد صنما، بالظاهر يقول لا إله إلا الله، يقول أنك لرسول الله. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، بين قوسين والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. مو كلامهم كذب، كلامه صحيح، لذا الله قال والله يعلم إنك لرسوله. الكذب في أنه لا يعتقدون بهذا الكلام ويقولونه. عد الله سبحانه وتعالى في آية أخرى يقول لما يتكلم يبين أنه هذا البغض اللي موجود في قلبه في كلامه، ولو كلامه في الظاهر جميل لكن الكلام يعكس ما في القلب. إذا أكو في الحديث الكلام إذا خرج من القلب دخل القلب، وإذا خرج من اللسان لم يتجاوز الآذان. يقولون الفرزدق الشاعر المعروف حينما كان يريد ينشئ قصيدة حول الحرب، زين، قاعد جو المكيف والهواء بارد وماد رجل على رجل والقلم بيده، هذا يريد يقول حول الحرب، هذا شلون يطلع على القصيدة؟ ما يصير. فيقول هذا الفرزدق ماذا كان يفعل؟ كان يذهب في غرفة مظلمة ويبدأ بلكم الجدار، بوكسات يضرب الحائط، يلكم الجدار يلكم الجدار إلى أن يصير في حالة من الحماسة وكذا، بعدين ينشئ الأشعار حول القتال والحرب. وحتى بعض الشعراء الكبار عندما يريدون أن يرثوا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ما يقعد هكذا ويرثي، يقعد في مجلس يجي خطيب يقرأ القراية، يصاب بحالة من الحزن، بعد ذلك يكتب القصيدة، حتى هذا الشيء اللي موجود في قلبه ينعكس على قلمه. بعض الأحيان أنت تقرأ كتاب جميل بس ما يأثر بك، بعض الأحيان يأثر فيك. لماذا؟ لأن حالة الكاتب هذه موجودة في كتاباته. على كل حال هو منافق يبغضك، يقول إني أحبك بس نفس كلامه بلحن يبين أنه يبغضك، وأنت عندما تشوف ذوله النواصب في فضائياتهم يقول علي رضي الله عنه، التفت، هاي كلمة رضي الله عنه اللي يقولها تكشف أنه يبغض أمير المؤمنين، أكل لحن بيها بالبغض، هذا النفاق اللي عندهم. الله سبحانه وتعالى في القرآن كشفهم، الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. وهم ذول الوهابين منهم بمجموعة بدو، الأعراب يعني البدو، الأعراب أشد كفرا ونفاقا، لمن هو كافر أشدهم كفرا، لمن هو يظهر الإسلام أشدهم نفاقا.